النهارده في برنامجنا اون افريكا عندنا اخبار وكواليس ولقاءات حصريه مع اكبر المدربين في القاره الافريقيه، لكن بدايتنا النهارده هتكون من المغرب ولقاء النهائي، لقاء الذهاب اللي كان في المغرب بين الوداد المغربي وفريق صن داونز. الصراحه يعني الوداد ظهر بشكل جيد جدا، وخصوصا ان اللقاء كان على ارضه، بدا ببدايه هجوميه، لكن يظل فريق صن داونز واحد من الفرق اللي بتمتلك خبرات كبيره جدا. فرقه صن داونز من نوعيه الفرق اللي بتقدر تلعب تحت الضغط. في بدايه اللقاء قدر فريق الوداد يهاجم الى ان جاءت الدقيقه 40 وهدف في مرمى صن داونز لخطا دفاعي، لكن الضغط الجماهيري الكبير اللي كان عامله فريق الوداد في بدايه اللقاء كان مؤثر بعض الشيء، ولكن زي ما قلت لكم لعيبه صن داونز بتقدر تلعب تحت ضغط، لعيبه واخده على اللعب تحت ضغط، شفناهم في لقاء القاهره كمان امام النادي الاهلي لعبوا تحت الضغط الكبير. الشوط الثاني شوط مغاير تماما. الشوط الثاني بدا صن داونز في اللقاء كان مش ده صن داونز اللي كان بيلعب الشوط الاول، بدا بالضغط الهجومي بتاعه كانه بيلعب على ارضه في جنوب افريقيا، بدات القوه الهجوميه لفريق صن داونز تحصل، الضغط الهجومي لغايه الدقيقه 72 لغايه ما قدروا يحصلوا على ضربه جزاء وسجلوا الهدف الاول ليهم عشان يكون هدف التعادل. عبد المنعم بوطويل هو كان واحد من افضل لعيبه في المباراه، سجل هدف التعادل لفريق صن داونز. بعد الهدف مباشره الوداد عارف ان الاجواء في جنوب افريقيا هتكون صعبه، حاول يتدارك النتيجه، حاول يهاجم، واللاعب انس اللي هو يعني في تصنيف يعني افضل لعيبه في المباراه هو خد افضل لاعب في المباراه، سجل الهدف الثاني. الهدف ده اللي هيفرق كتير جدا مع الوداد في جنوب افريقيا. كمان حمد الهوني اما نزل حاول يعني كان ليه تسديده جت في القائم، كان ممكن يكون في فرصه كمان للوداد ان هو يضيف هدف اخر، لكن قدر الله ما شاء فعل. نتيجه جيده لفريق الوداد يقدر يروح جنوب افريقيا ويكون مستريح.